بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه وفتره انتقال بطعم ورائحه الاهلي. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. حلقه مهمه اعتقد جايه في توقيت حضراتكم بداتوا تستشعروا شيء من الاطمئنان على المستقبل القريب والبعيد للنادي الاهلي، لكن من المؤكد انه توالي هذه الصفقات ذات العيار الثقيل تحيط بها الكثير من التفاصيل، كثير من الكواليس اللي المؤكد هتتكلم النهاردة. حسب السؤال. لا السؤال جاهز. السؤال جاهز. طيب ماشي. عموما هي زي ما قلت لكم حلقة تضرب في كذا اتجاه، بمنتهى المهنية، بمنتهى المسؤولية، بمنتهى الحرص على المصلحة العامة، ومنها أيضا مصلحة الأهلي وجماهيره. هناك في هذه الفقرة أو في هذه الحلقة 8 عناوين. الصفقات كواليس وحكايات، وقالوا كمان غسيل أموال. نعم في حاجة غلط. شكرا كوليبالي، البداية فيتا والمكاسب عديدة، ألف مبروك يا أهلي، بعضمة لساني، وأخيرا المجري قطار الشرق السريع. فقرات مهمة، نتمنى إن شاء الله إن الوقت يسعفنا لمناقشة كل ما في هذه الحلقة من تفاصيل مهمة. النهارده نادي الترجي الرياضي التونسي بيعلن عن تلقيه قرار من الاتحاد الافريقي بفرض عقوبه اداء مباراتين بدون جمهور، تنفيذا لقرار عقابي بشان ما حدث في مباراته مع الاهلي من اعتداء على حافله الاهلي في تونس، واصابه هشام محمد، وما صدر عن جماهير الترجي. يا فرحتي يا فرحتي، الاهلي يتعمل له جلسه ويعلن عقوبات قبل المباراه، ويوجه اللوم لمدربه، ويتلقى العقوبات، ويفرج عن عقوبات للترجي قبل المباراة، ويلعب الأهلي تحت الحصار وتحت الاعتداءات، ولكن العقوبات يستفيد منها الآخرون. يستفيد منها بلاتينيا ستارز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، مباراتيهما مع الترجي التونسي في تونس هيكونوا بدون جماهير بعد شهرين من هذا الحدث اللي صاحب مباراة العودة في الدور النهائي. وزي ما المهندس عادلي قال، طيب يا فرحتي أنا مستفيد إيه؟ لأنه قياسا على ده ما وصف بأحداث مباراة الذهاب صدرت بشأنها عقوبات قبل مباراة العودة، والنهاردة بعد شهرين بيتم البت في أحداث نتج عنها إصابة لاعب بثمان غرز في وشه هشام محمد، لو تفتكروا حضراتكم، في واقعة شديدة في أي مكان آخر بتعيد مباراة. صحيح. لكن احنا انا عايز اقول حاجه بقى، مش عايزين خلاص ما حدث حدث ويستفاد من 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 دروس الماضي، وما نسيبش حد يعكر صفو العلاقه اللي كانت مميزه جدا، وارجو ان تستمر. الاهلي خلاص بيلتفت للامام وبيسير في طريقه في دوري الابطال. بدا دوري المجموعات بدايه موفقه امام فيتا كلوب الكونغولي، وفاز 2-0 في برج العرب اول امس، لكنه بدأ يشد الرحال سريعا للسفر غدا الثلاثاء إلى الجزائر عشان يلعب المباراة الثانية في المجموعة أمام شبيبة الثورة الجزائري. المباراة هتكون يوم الجمعة، ومارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغوياني اختار 19 لاعب للسفر مع بعثة الأهلي، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ثلاثي حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمد شريف واحمد حمودي وناصر ماهر ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجاييه وميدو جابر واسلام محارب. وهنا يظهر اكثر من اسم، النيجيري جونيور اجاييه بيعود لقائمه الاهلي الافريقيه بعد اعتماد قيده المحلي بالامس، وبالتالي اضيف جونيور اجاييه كقوه ضاربه حقيقيه تدعم صفوف الاهلي بعد شفائه من إصابة أبعدته طويلا. وأيضا بيظهر ولأول مرة في رحلات الأهلي الخارجية أكثر من اسم، ياسر إبراهيم المدافع الجديد، حمدي فتحي أحدث الصفقات وآخر العنقود
في الصفقات الحمراء القوية. أيضا حسين الشحات في أول رحلة خارجية له مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى العائد للأهلي في رحلة إعارة رمضان صبحي. إضافات مميزة ونوعية يا باشمهندس. نتمنى له التوفيق، يعني كلها يعني عملت مع إدارة النادي الأهلي اللي عليها خارج الملعب زي ما بيقولوا، ولكن دلوقتي هم أصبحوا لعبة في قائمة الأهلي، الملعب بقى ينتظر منهم الكثير. أدي أجاييه في تدريبات اليوم بعد ما تم تسجيله في القائمة الأفريقية، كلكم فاكرين جونيور أجاييه وقوته وأهميته في الخط الهجومي للأهلي، إن شاء الله يكون داعم قوي مع الفريق في المرحلة اللي جاية. اتسجل في القائمة الأفريقية هو وحمدي فتحي علشان يفضل للأهلي مركزين اتنين فقط، في اتنين لعيبة متاحين. انتوا عارفين ان القائمة الأفريقية انت بتضيف سبعة، كان عندك 23 بتستكمل ال 30، فليك الحد الأقصى سبعة لاعبين. تم تسجيل اتنين في اتنين في اتنين، فبالتالي ده آخر حاجة ليك، فقط يبقى مكانان. لفت نظري وانت بتتكلم دلوقتي انتحى لسارتي برمضان صبحي لوحده كده وبيديله شويه تعليمات وبتاعه، وزار بيديله حاجه تكتيكيه يعني. القيد الافريقي، لانه الناس كلها مهتمه تسال امتى ينتهي الباب، باب القيد الافريقي ينتهي 30 يناير، فمعاك مكانين ممكن تفضل مأخرهم لنهايه الشهر ان شاء الله. ولازم تأخرهم بصراحه، لانه الاخبار اللي جايه في خصوص مستشفى الاهلي وتفاصيل من فيها يخلي اي جهاز فني لازما يفكر مره واثنين وثلاثه بحسابات كتيره. كمان يا استاذ ابراهيم الاسماء اللي موجوده بره اسماء تقيله قوي، فانت منتظر تشوف مين، يعني لما رامي ربيعه لازم تعرف يوصل لاي مدى في الاستعداد، لما يكون كمان مؤمن زكريا، ما انت عندك مؤمن زكريا بقى واحمد الشيخ، وعندك كمان صالح جمعه، صالح جمعه عايز تشوف مدى جاهزيته. يعني اسماء ثقيله، لما انت اربع خمس لعيبه عايز منهم اثنين، عايز منهم اثنين وعندك 24 و28 المقصه ووادي دجله ده في الدوري، فبالتالي على ضوء الماتشات دي هيبان يعني مؤمن متسجل محلي لكنه مش متسجل افريقي، صالح جمعه يحتاج يتسجل محلي علشان يتسجل افريقي لانه مش متسجل محلي. انت بالاضافه للاسماء اللي انت قلتها في محمود وحيد كمان. محمود وحيد مثلا يعني انت بتفكر يعني خمس لعيبه عايز اثنين عايز القائمه الافريقيه. هو انا الاوان بقى ان احنا نناقش الاتحاد الافريقي على الالتباس والارتباك اللي بيحصل مع كل فتره في القيد النهائي، يعني الناس عقب فتره انتقالات في ناس بتمشي مقيده وناس بتيجي واصابات جسيمه، ده في كاس العالم لما بيحصل اصابه جسيمه من حقك انك انت تستبدل، خاصه انت احيانا بتعير ناس، يعني احدث المعارين دلوقتي ما هو دي مثلا جزار اعاره للجونه، ما هو ده ممكن يجي يقول لك ايه ما انت بقى تيجي تتحايل عشان تستفيد بالمكان انك تعير لحد، لا خلينا في سموه الفورس ماجير اللي هو الظرف القهري الاصابه مثلا. طب واحد انتقل خالص من النادي، طب ما هو تحط حد مكانه ما تحسبوش على القايمه. بالظبط ده المنطق يقول كده. طيب في مستشفى الاهلي بقى الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال ان مروان محسن مهاجم الفريق هيغيب شهر، يعني اربع اسابيع، بعد ما اشتكى من اصابه في الدرجه الثانيه في العضله الاماميه، وقال ان هشام محمد كمان هيغيب اسبوعين لانه عنده اصابه في العضله الخلفيه. الدكتور خالد قال كمان ان احمد فتحي يرجع بعد ثلاث اسابيع واقترب شفائه، يعني احمد فتحي قدامه ثلاث اسابيع ويرجع للفريق، وانتوا عارفين انه فتحي مصاب في العضله الاماميه. احمد الشيخ بيعاني من اصابه في الركبه قدام منه اسبوعين، يعني احمد الشيخ قدامه اسبوعين، احمد فتحي ثلاث اسابيع، مروان اربعه. صلاح محسن وسعد سمير دخلوا الحمد لله في تدريبات الكوره في التدريبات الجماعيه وبيتجهزوا تدريجيا، وايضا محمد نجيب، يعني الثلاثي على خط الملعب. اين الاوان يا استاذ ابراهيم بقى ان تحصل دراسه علميه في هذا الموضوع؟ اكيد الاصابات بالذات في الشد العضلي وفي الاصابات اللي هي بتيجي في الرباط الصليبي،
هنناقشها بشيء من التفاصيل. الدكتور خالد محمود قال كمان ان حسام عاشور كابتن الفريق اشتكى من اصابه في بكادنه في الانكل او في كاحل القدم خلال مشاركته في المران صباح اليوم في ملعب التيتش، وقال الدكتور خالد انه عاشور هيجري اشعه غدا لتحديد فتره علاجه وموعد عودته للمشاركه في المران. الغريب ان هي نفس الاصابه اللي كان اصيب بيها في مباراه بتروجيت يصطدم، بس دي مش اصابه ملهاش دعوه بالاعداد بقى ولا ولا الطب، ده خبطه. وليد ازارو واصل هو واحمد الشيخ جلسات العلاج التاهيلي استعدادا لعودتهم ان شاء الله للتدريبات الجماعيه. عارفين ان ازارو عنده اصابه في العضله الضامه واحمد الشيخ عنده اصابه في الركبه، الاثنين بيواصلوا البرنامج التاهيلي وان شاء الله يستعيد شفائهما. احمد علاء نجم الدفاع بيأدي تدريبات تاهيليه خلال مران الفريق صباح اليوم، واكتفى بالمشاركه في تدريبات استشفائيه تحت قياده طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. وانتوا فاكرين حضراتكم احمد علاء كان بيشتكي من الام عضليه ابتعد بسببها عن المباريات او عن التشكيل في الفتره الاخيره، حتى اكرم توفيق الرجل اللي ما بيلعبش في التمرين بيصاب بكدمه او جراحه في الانف، اجريت له جراحه لتعديل وضع الحاجز الانفي وبيخضع اللاعب لبرنامج تاهيلي تمهيدا لعودته. كميه اصابات كتيره ان شاء الله زي ما المهندس عدلي اشار، لابد ان الامور تدرس بشكل علمي دقيق وجيد علشان نقدر نحط ايدينا بالظبط على مواطن الخلل فين. وهتلاقي ظاهره ليها اسباب كتيره، وفي فقره مهمه لمناقشه هذه الظاهره الغريبه. رمضان صبحي واحد من نجوم الاهلي اللي عاد لصفوف الفريق معارا من ناديه الانجليزي، لكنه عودته وتألقه في مباراة فيتا خلى الناس تفتكر النبوغ المبكر، وتلفت انتباهنا إلى أنه الديك الفصيح في البيضة بيصيح. من صغره الناس هتبقى حاسة أنه لا، في حد موهوب بشكل استثنائي. رمضان صبحي في سنه صغيرة جدا وهو طفل، لو تفتكروا حضراتكم كان في برنامج تلفزيوني لكابتن محمود الخطيب، كان عامل ملعب صغير في الاستوديو، كان معاه خالد بيبو واستضاف كم ولد من الأطفال الصغيرين، كم منهم رمضان صبحي في طفولته، نشوف موهبته كانت عاملة ازاي. ازيكم يا شباب؟ عارفين كابتن خالد طبعا. حميد اسمك؟ رمضان صبحي. كم سنة؟ 10 سنين. ازيك يا رمضان؟ اتفضل يا شباب. ومعانا ثلاث شباب، عندنا شريف ومحمد ورمضان. طيب احنا دلوقتي المسابقة بتاعتنا عشان نبتديها بقى على طول. كده يا خالد. ثلاثة. برافو. خمسة. برافو عليك. اختار انت واحدة قولنا عليها. أربعة. أربعة. تاخد السهل أنت. لا. ما دخلتش. يبقى اثنين من ثلاثة. دلوقتي قدام حضراتكم نتيجة مهارة التسديد. قدام حضراتكم على جدول كده في الشاشة في شريف ومحمد ورمضان. ورمضان جاب اثنين من ثلاثة. دلوقتي ميعادنا مع مهارة التحكم في الكرة، واللعيب كل واحد من الولاد الصغيرين معاه دقيقة، هتبتدي مجرد ما يبتدي هو هتبتدي الدقيقة بينطق كام مرة في الدقيقة. ابدأ رمضان. واحد. يلا. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. حقق كده الرقم بتاعه. برافو عليك، برافو عليك. شكرا يا عم رمضان. شكرا. طيب خلاص. خلاص. شكرا يا عم رمضان. قال سيب. سيب انت الاول. اتفضل يا عم رمضان. دلوقتي عندنا المهارة الثالثة اللي في الملعب أو آخر مهارة في الملعب، مهارة الاستلام، استلام الكرة أو التحكم في الاستلام ومع التنطيق. ها. أحسن. 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 برافو. تمام 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 تمام. برافو عليك. كفايه. تمام. هوب. كويس كويس. تمام 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 تمام. برافو عليك. برافو عليك. تمام. رمضان. هاي رمضان. برافو عليك. ها. واحد. برافو. كويس. تمام 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 تمام. بس كفايه يا حبيبي. برافو عليكم يا شباب، انتوا ثلاثة كويسين. دلوقتي برضو قدام حضراتكم على الشاشة نتيجة التحكم في استلام الكرة
او مهاره استلام الكره. طبعا رمضان عمل كويس قوي، خد 3 درجات نهائيه وبرده شريف، ومحمد برده يمكن عشان حارس مرمى فيعني وقعت منه في واحده او في اثنين. شفت الجول كويس؟ ايه رايك؟ ايه الحلو اللي عجبك في الجول؟ احلى حاجه اللي الكابتن لما بيضغط ويتضغط بيبقى احلى حاجه فيه. فهو ضغط وخد الكوره وراح هو والجون، فعملها كده بسن رجله سنه قدام، راح هو ايه اسرع من المدافع، راح خد الكوره راح حطها بدقه بسن رجله في الجون. دي كانت نهايه مسابقه الشباب الصغار بتاعنا، وان شاء الله لعيبه المستقبل باذن الله. وعايزين نقول النتيجه بتاعتهم. شريف 8 درجات النهائيه بتاعته 8 من الاربع مسابقات، ومحمد 7 ورمضان 10. كده يبقى رمضان، في رمضان رمضان هو الفايز. مبروك يا كابتن. مبروك مبروك يا كابتن. والشباب التانيين كل واحد عمل اللي عليه وعملوا جوكم. برافو عليكم كده، برافو عليكم، برافو عليكم، ما شاء الله عليكم. طب فين شريف ومحمد؟ صحيح. طب عرفنا رمضان وصل لايه؟ طب شريف فين بقى اللي هو كسب في دقه التصويب على المرمى؟ يا ريت حد يعمل لنا بحث صغير عشان نعرف برضو ايه اللي بيتحكم في الناشئ يوصل لحد فين؟ لان ساعات كتير جدا ناشئين عندك بتبقى واعده وتبص تلاقيها في انديه ثانيه وهي في قطاع الناشئين. يا ريت بقى نستكمل بحثنا الجميل ده، لان هي يعني فقره طريفه بتبين شخصيه رمضان من صغره. راجل بيجاوب، عنده وجهه نظر، ما بيقلقش، عايز يجود في المهاره، كفايه خلاص يا رمضان. واضح ان متفرد كان في ثقته بنفسه وشخصيته. يا ريت نبحث نشوف زمايله فين. المهندس عدلي اشار في حته تكوين رمضان لشخصيه اللاعب، وشخصيه اللاعب لما يكون موهوب وبيتحط في حضانه النادي الاهلي بكل ما في حضانة الأهلي من معاني وضوابط وقيم، قيم رياضية حتى، تفرق كتير جدا. أنه من صغره يتربى على عقيدة المكسب، من صغره يعرف أنه قيمة الفانيلا دي أن لازم دايما تكسب، من صغره يبقى عارف أن الجمهور الكبير اللي بيحب الفانيلا الحمراء ده مش هيرضى إلا بالمكسب. فمن صغره بيتحمل الضغوط، من صغره بيتحمل المسؤولية، من صغره بيعرف قيمة الفريق والفانيلا. تربية ناشئ موهوب بهذه الكيفية تفرق كتير جدا يا باشمهندس. كمان عجبني حاجة. خد الجايزة. راح رايح حاضن زمايله ومسلم عليهم. شخصية. قيمة الجماعية في النادي الأهلي. إن وإن كنت أنا خدت الجايزة بس يعني كان ممكن أي واحد فيكم ياخدها. عشان كده وإحنا بنتكلم على تربية الناشئين وإحنا بنتكلم على صناعة المستقبل، وأنا أعتقد إن كابتن محمود الخطيب عنده مشروع كبير قوي لفكرة فريق كبير للنادي الأهلي في المدى القريب، إن يبقى عندك عنده فكرة تجميع المواهب. إن يبقى عندك فريق أمل بجد بقى. على تجربة الكابتن الجوهري فريق الأمل. ويتعمل له إعداد خاص ويسافر ويلعب ويبقى حاجة يعني عندهم تارجت يعني. نتمنى إن ده يعلن عنه قريب إن شاء الله. ناشئ صغير لما بيتكلم على الفوز والهزيمة وعلى الأهلي تعرفوا منه ازاي الولاد الصغيرين لما بيتربوا على إرادة النصر وعقيدة الفوز في النادي الأهلي تفرق ازاي. الأهلي عمره ما خد بطولة وطلع فالت معلش، بس هي البطولات دايما مكسب وخسارة يعني. بس احنا عمرنا الحمد لله يعني بالغرور عمرنا في حياتنا ما خسرنا دورة. النادي الأهلي عمره ما خد مركز ثالث في البطولة أبدا. النادي الأهلي احنا جعلنا ربنا عايز كده، كان احنا عمرنا ما خدنا مركز ثالث في البطولة أبدا. ولو إني مشفق في السن الصغيرة دي إن يبقى اللاعب تحت ضغط الفوز والهزيمة، إلا إن واضح جدا إن القيم اللي بتخش جواهم إن الأهلي هو يلعب على المركز الأول. صحيح ده ضغط نفسي كبير، وعلى فكرة في بلاد كتير في أوروبا ما بتبتديش مسابقات إلا من سن 16 سنة، لكن إنك أنت تطلع من صغرك وأنت فاهم كويس قوي الأهلي بيلعب على إيه، هو بيلعب على المركز الأول، ودي صعوبة الأمر. طيب، وصعوبة الأمر ده خلت
كل فريق للأهلي باستمرار يلعب فقط على الفوز. يحققوا بنسبة كبيرة والحمد لله تاريخيا الأحداث بتقول كده، لكن لما ما بيحققهوش بيستفيد منه ازاي يقدر يخرج منه إلى مكسب. عشان كده زي النهاردة وأي نهاردة هتلاقوا فيه لحظة فرح فيها الأهلي وفرح فيها جمهوره. زي النهاردة 12 يناير 2018 الأهلي احتفل بكأس السوبر المصري بعد ما تغلب على المصري البورسعيدي بهدف وليد أزارو زي ما حضراتكم شايفين، ليفوز الأهلي بهذا أو بهذه الكأس. المصري 2018 مطلع 2018 12 يناير 2018 ده السوبر المحلي الأخير. ضغط وليد أزارو واستفاد من خطأ الحارس وسجل. طيب زي النهاردة كمان ولكن في 13 يناير 78، فوز مهم وغالي للأهلي على الزمالك في الدوري بهدف المجري مصطفى عبده. دي بعض أحداث زي النهاردة ودايما في أفراح. هنطلع بس الفاصل. قبل ما نطلع الفاصل نفسي أعمل مسابقة للجمهور، مش مسابقة يعني حاجة بحثية مشتركة بيننا وبينهم. دوروا لنا يا اولاد على يوم في 365 يوم بخلاف اللي هي ما فيهاش نشاط كروي الاهلي لم يحقق انتصارا، وقولوا لنا لقيته كم يوم في السنه. لان القاعده هي ان يفرح الاهلي دائما، وباذن الله مستمر في الافراح. الصفقات كواليس وحكايات. المهندس عادل جابها لنفسه من البدايه وقال لي المهم الاسئله. خليكم شاهدين، الأسئلة هتكون في المقرر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الجهاز الفني وافق على إعارة محمود الجزار مدافع الفريق الواعد بقوة للجونة لإكمال الموسم معاه، يلعب الست شهور اللي جاية مع الجونة، لأنه الجهاز شايف أنه محتاج له الفترة اللي جاية، بس ظروف القيد والزحمة تخليه لازم أن يبص ده عليه. ده كان اقتراح مستر لاسارتي، انبسط منه لما شافه جدا. وقال أنا محتاج أشوف اللعيب ده بسرعة، بيلعب بانتظام وتحت ضغط، عايز أشوفه لأنه هو عينه عليه مبسوط منه يعني. طيب صفقات أو الصفقات حكايات وكواليس، وخليكم شاهدين مش أنا اللي قلت، قدامكم كلكم المهندس عدلي قال أنا هجاوب على كل حاجة بس الركة على الأسئلة. أيوه. أنت قلت في البداية دي صفقات بطعم الأهلي، يعني بقى؟ بدأنا الزنقة صح؟ بدأنا الزنقة؟ لا لا، ما فيش زنقة، ده بالعكس ده سؤال يعني أحب أجاوب عليه. لأن صفقات الأهلي المرة دي في الزمن اللي احنا عايشينه ده بقالنا مدة ما شفناش دور اللاعب انه يروح للأهلي ازاي. انت فاكر زمان لما كنت بتسألني بتقولي اللعيب كان بيجي الأهلي عشان بيديله اعلى سعر، قلت لك بالعكس، انا كنت دائما احط اختبار كده للاعب. أيوة. ان انا اقوله هتاخد كام، يقول لي 10 قروش، اقوله هديك 8. وبعد ما يوافق ويمضي اقول له انت هتاخد او هتحصل، مش هتاخد في العقد 8، لكن الثمانية دول بانجازاتك مع فريقك هيوصلوا 12 و13 و14. واخد بالك؟ فالحته دي كان اهميتها انك تشوف الاهلي له ثمن واللعيب له ثمن، وهو شاري الاهلي بقدر الاهلي ما شاريه ولا لا. المره دي معظم صفقاتنا يعني صممنا نكمل فيها بالاضافه الى قيمتها الفنيه الى اصرار اللعيبه انها شاريه الاهلي. اصرار يا استاذ ابراهيم ما شفتوش بقالي مده. من اكتر من لاعب. ده طعم الاهلي في الصفقات. فده طعم الاهلي انك انت عايز لعيب بقى شريك قوي. ايوه. وتعب عشان يجي لك قوي، فمش هيقعد غير عايز يديك كل الطاقه، وعارف بقى الاهلي ده نظامه ايه. من اول حسين الشحات، رمضان صبحي، رمضان تنازل عن مبالغ كبيره جدا عشان يجي النادي الاهلي. مهما اديته هتدي له،
والجميل في هذه الصفقات لم يحصل أحد أو يتجاوز الحد الأعلى للعيبة الكبار في النادي الأهلي خالص. استناني يعني حسين الشحات ورمضان صبحي وكل الناس اللي جاية بأرقام كبيرة لم تتجاوز في الأهلي أكتر من اللعيبة اللي موجودة خالص خالص, خالص. كلام شديد الاهميه في ناس طلعت تقول لك ده رمضان جاي من فلان هنا. ده هيعمل فتنه وفلان ده هياخد اكتر. يمكن نادر شوقي بصفته مدير اعمال شاطر كان بيتكلم في الجزئيه دي بس اللي حسمها رمضان. انا مش جاي عشان الفلوس, انا جاي عشان النجاح, عايز انجح. فالراجل ما كانش اتعبنا, لم يتعبنا. اذا كل صفقات مهما اديته اصل رمضان مهما اديته هتديله ايه؟ ده راجل بيقبض بالاسبوع. صحيح صحيح. ف هتديله ايه؟ انما هو كان بيرجع. كان حرص ان ما حدش فيهم عشان ما يضايقش زمايله انه ياخد اكتر من وفيهم بقى اللي متقاعد على الفئه الاولى وفيهم اللي متقاعد على الفئه الثانيه. يعني الصفقات الجديده في ناس فئه ثانيه. مش يعني ثانيه وحته. ايوه يعني في النص. انما مش اعلى من الناس لا 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 خالص لا ولا تقترب منهم لا يعني بيبقى الفرق على الاقل 25% كمان. وهو ده كلام مهم جدا يا جماعه. لا انت بتحطه لانه بعد اذنك كل اللي عايز يضرب في الاهلي الايام ديت هتدوا كام لفلان, امال فلان هياخد كام, امال وليد سليمان وحسام عاشور اللي شايلينكم اللي بقاله كذا هتديهم كام. هو لازم تسيب له مارجنج او مساحه يتطور فيها. أيوة. لازم يتطلع ان يبقى ياخد اعلى حاجه. ما تلمسوش السقف من اول مره من خلال ادائه. هو اديته انه يشعر بكيانه باحترامه وبقيمته كلاعب. أيوة. لكن لسه ما اديتلوش بحجم انجازاته. أيوة. حجم انجازاته بقى زمايله دول تعبوا قوي عشان يبقوا في الحته دي. هو باذن الله كلهم يتعبوا ويوصلوا لها ويعدوها, ليه لا. اذا ده المهم جدا انه الصفقات مضحيه جدا. اللعيبه تمسكوا بالاهلي قوي, تنازلوا عن فلوس عند انديتهم كتيره عشان ينالوا شرف ده مش عند انديتهم للأهلي. ده مش تنازلوا عند انديتهم وبس, عند انديتهم وفي ناس منهم تنازلت عندي انا. يعني بقى يقول هحكي لك لما تيجي. طيب خليني انا اقول لك بعض العناوين اللي صدرت بشان صفقه حمدي فتحي, وبعد منها هسال المهندس عادلي السؤال المحرج اللي هو قال انا مستعد لاي سؤال. خليكم شاهدين, انا ما قلتش الا اللي يتعارض مع نظام الاهلي. لا مش هيتعارض. طيب ماشي, لكن هقول لكم بعض العناوين في الجرايد بشان حمدي فتحي, ومن خلالها انتوا اللي هتسالوا السؤال مش انا. الدستور قالت الاهلي يتعاقد مع فتحي ب 35 مليون جنيه. اذا في الدستور فتحي ب 35 مليون جنيه حمدي فتحي. في الجمهوريه في الاهلي مقابل 30 مليون جنيه, ناقصنا 5 مليون. الوطن اتفقت مع الجمهوريه على سعر الصفقه وقالت ان الاهلي ضمه ب 30. لكن المصري اليوم قالت السعر يصل ل 25. الفروقات دي يا جماعه بالمليون, كل رقم بيتقال 5 مليون 10 مليون. رسميا المصري اليوم الاهلي يضم حمدي فتحي ب 25 مليون. المسا مشيت مع المصري اليوم وقالوا فتحي ب 25 مليون. الأهرام المسائي رفعت السعر عشان تمشي مع الوطن والجمهورية في سكة ال 30 مليون, وقالت مارتن يراهن على اللاعب أساسيا بعد صفقة ال 30 مليون. السعر اختلف بين الأهرام الصباحي والأهرام المسائي, دي قال 25 والتاني قال 30. كل الأرقام المتضاربة ديت في الصفقة الأخيرة آخر العنقود حمدي فتحي بكام؟ دعني الاول اكلمك قبل ما اقول لك بكام. ترتيب الصفقات من حيث انت ليه ابتديت بدي وخلصت كده, وكنا حاطين الخطه بالشكل ده ان عارفين ان التفاوض الاصعب هيكون في ياسر ابراهيم وحمدي فتحي. فما كناش عايزين نبتدي بيه عشان ما يعطلناش وما ياثرش على الصفقات. الصفقات كلها قريبه من بعض, ما هيش بعيده بالنسبه للانديه. لان في انديه قالت لك اديني لعيبه وقيمت بقيم, وفي انديه بعد ما قالت لك اديني لعيبه رجعت قالت لا اديني فلوس. من ضمنها حمدي فتحي.
احنا حطينا نظام ان اللعيب ياخد او النادي اللي اداني اللعيب ياخد من اداء اللعيب معايا. واخد بالك؟ يعني يعني حمدي مثلا واحنا بنتفاوض طيب نحط مبلغ مشروط بانه يجيب كم جول يعمل كم اسيست. قلت لهم ده مرفوض من حيث المبدا تماما، لان انا مش هخلي لعيب في الملعب يأنن علشان يبقى بيفكر انه يعمل تارجت على حساب زمايله. ده حمدي فتحي يا جماعه في اول ظهور ليه في ملعب مختار التتش النهارده، تمام، فاستبدلناها باوبشنز ثانيه يعني عدد مشاركات لحد 45 مشاركه وحاجات زي كده يعني. انما هي الفكره ان اللعيب بقى لما انت ماسك على رقم مثلا 20 مش عايز تزيد، وهو يعني في حوار بينه ودي يعني امير عمل الدور توفيق. ده امير توفيق كان معاه فيبدو انه كان على تواصل معاه لانه قال له الحل الولد بقى قال له اي مبالغ مختلفين عليها هتحملها من راتبي اللي انا ما اعرفوش اللي هتدهوني في النادي الاهلي على مدى الله يعني بيتنازل عن جزء من راتبه المحتمل، هو ما يعرفش كام فتنازل بموجب ده معلش عن كام؟ لا تنازل بمبلغ يفوق الخمسة مليون يفوق الخمسة مليون عشان يسهل عشان يشعر انه بيحقق حلمه. طبعا غيره تنازل عن اكتر من كده وفقا لحجم الصفقة وطبيعة المكان اللي هو موجود فيه يعني رمضان طبعا تنازل عن مبالغ ما حدش يتخيلها اكبر من كده مؤكد. وكان بيقبض كام؟ ما تشوف كان بيقبض كام؟ الله تنازل ايه؟ تنازل خد رمضان مش اقل مثلا في السنه من هنقول ايه يا سيدي 15 مليون استرليني مثلا استرليني اكتر من كده كمان. فبيتنازل عن حاجه انا مش عارف بالظبط لكن هو اكتر من كده لانه بيقبض بالاسبوع. فهو مش جاي مهما اديته هتديله ايه؟ صحيح هو جاي ينجح معاك، جاي يساعدك ويساعد نفسه. وده باين على ادائه في الملعب. ايوه سيبك بقى ان هو يضيع كره لكن شوف القوه وشوف اللعب اللي بيأدي بيه والحماس لا هو ده اللي انت محتاجه. التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وزي ما بيقولوا الاهداف رزق وهتيجي. المهم ان نوصل باداء تكتيكي جماعي لمرمى المنافس. حسين الشحات طبعا كلنا عارفين تنازل عن 700 وشويه ألف دولار مثلا يعني حوالي 15 16 يعني وياسر نفس القصه. بص الصفقات اللي حصل فيها مشاكل كلها كان فيها تنازلات، في صفقات مشيت بهدوء فيها شطاره شويه لكن محتمله شطاره محتمله وفي الحدود دي برضو على فكره ما بعيدوش عن بعض يعني ما حدش يجي يقول لك اما لو كنت استنيت كنت خدت اكتر، لا مش كده. وفي صفقات ادعمت باعاره مثلا واخد بالك؟ فانما هي الحدود زي ما بقول لك قريبه من بعضها وعشان كده بقول لك بطعم الاهلي. اللعيبه دي شوف حسين الشحات وفرحته لا دي اصلا جواهم ما حدش هيمثل في الحاجات دي. ايوه انت بتمثل انك انت تبوس الفانيلا وترجع تبوس الفانيلا الثانيه، دي في ناس كتير كده وده مش غلط يعني وبينتمي للفانيلا، انما انك انت على ارض الواقع بتكافح بقالك كام سنه عشان تلعب في النادي الاهلي، عملت ايه عشان تلعب في النادي الاهلي؟ ايوه وده اللي خلى الاهلي برضه ما استخسرش لان الصفقات دي غير مسبوقه. وان كانت هي خلاص هو سعر السوق بقى كده. ما كناش نتمنى انه يوصل لكده. انما وصل. فانت دلوقتي في سنه بتبقى اسمها السنه المحوريه، انت كل سنه بتجيب لعيبه. فانت ساعات تجيب لعيب على فريق واقف على رجله، فبتجيب اللعيب اللي يلحق او يستحمل الفريق انه يشيله لحد ما ينضج. يعني انت لو تتذكر صفقه الكابتن عبد الله السعيد في الاول وفي الاخر. النضج كان في وسط العمالقه لحد ما استلم لوحده قدر يكمل كابتن وليد سليمان بمواهبه وعبقريته كده. وفي لحظه بيجي ان الفرقه عايزه حد يجي يزق معاه. طيب احنا في السنه المحوريه دي انت عملت صفقات في جميع الاماكن اللي النادي محتاجها.
ما عدا راس الحربه لان كان عندك اربع رؤوس حربه. وملاحظ انه عناصر شابه وناضجه يعني عندها نضج وخبره المشاركه. وده بيقودنا بقى لواحد من انضج الناس اللي شفتهم ومقطع قلبي. محمد محمود. محمد محمود حته شخصيه يا ابراهيم. ولد شخصيه محترمه جدا 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 بطعم الاهلي فعلا. بطموح الاهلي فعلا. ببراءه. الراجل ده وهو جاي الاهلي عيط تفتكر ليه؟ انه هيسيب زمايله اللي في وادي دجله. يعني صعبان عليه عشره. حاجه شوف بص بيقول له حرام عليك. لا هاتها لنا تاني والنبي من فضلك. هاتها تاني من الاول. ده في اصابته. عشان انا بص لما كمل في رجله كمل وزق. حرام عليك يا كابتن، حرام عليك يا كابتن. ليه؟ بص 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 الزقه دي هي دي اللي جابت الصليبي. علق رجله في رجله. دي يا اخوانا هذه الاصابه هي بتاعت راموس مع محمد صلاح. طيب هذه النوعيه من الاصابات لازم يحاسب عليها المتسبب. محمود وحيد ومحمد محمود وحمدي فتحي اخيرا وقبلهم جيرالدو الانجولي وحسين الشحات وياسر ابراهيم ورمضان صبحي. ومحمود وحيد كان عنده اصرار يجي النادي الاهلي قوي جدا. لان جاله مغريات، جاله مغريات كويسه. ياسر ابراهيم كافح كتير وتحمل. ما القصه شفناها. تحمل لا وتحمل وتنازل. تنازل. طبعا. طيب لو قلت لك السبعه بقى، لانه بصراحه زي ما الجرايد مختلفه في تسعيره صفقه حمدي فتحي، الرقم الاخير في حمدي فتحي كام؟ بعيدا عن كل ارقام الجرايد. ما انا قلت لك ده انا حكيتها لك النص. 25 وهيتحمل منه حاجات، لكن في حسب الاتشيفمنت حسب المشاركات ونسبه في الانتقال. ونسبه في الانتقال. طيب توتال اجمالا الاهلي عمل هذا مش عارف احسبها بالظبط، لان الناس قالت ارقام، ناس قالت نص مليار وقالت ثلاث ارباع مليار وقالت ارقام كبيره غريبه. 805 مليون، 5 مليون يعني بحوالي اقل من 90 مليون حاجه بسيطه. دي صفقه الشحات دي معلنه، هي دي فيها كمان صفقه الشحات يقول لك 150 مليون 90 مليون جنيه، ما هياش لا راحت في اقل سنه، اقل سنه حسب أقل. حسب السعر بقى اضربه انت يعني ما اعرفش، انما لا في 100 ولا 150 ولا الكلام ده كله. لا 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 دي الصفقه الاعلى. طيب اجمالا الاهلي انجز هذا الماركاتو الرائع بكام؟ احسب في المتوسط في 20 مثلا. هتوصل رقم 20 22 حاجه زي كده بقيه الصفقات. يعني اجمالا كام؟ هم كام صفقه؟ 620 حوالي 200 200 مليون. وهو ده كان مبلغ يعني ما وصلش للربع مليار والنص مليار والكلام يا سيدي ما يوصل لحد انتوا مالكوا؟ هو السؤال انتوا مالكوا؟ الإدارة رأت أن تبني فريق النهاردة بتكلفه كذا. عارف عارف المبلغ اللي بان كبير ده تأثيره هيبان إزاي؟ أما هتجيب بطولات هيجي لك عوائد. واحد بإذن الله هذا ما نأمله إن شاء الله. غير كده أنت عملت التغيير المحورية، مش يعني السنة الجاية يعني مستحيل يبقى في وكل العقود دي أربع سنين ونص. أربع سنين وفي منهم خمسة. كمان ولو اتقال لهم خمسه ما اللي اتقال لهم مضوا عليه، ما فيش واحد اتناقش. رائع. يعني قال لك لا خليهم ثلاثه، وكان كل الصفقات اللي قبل كده كانت بتدوخني ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه. ولا واحد فيهم اتناقش. خلاص؟ لكن انا شايفها كمان من منظور ثاني، والنادي الاهلي اعتقد ان الخطه كانت كده. احنا من السنه اللي فاتت بندعم في قطاع الناشئين. وبقوه. وبقوه. دخل عليك لعيبه راحت المنتخب الاولمبي. طلعت اعراض عشان الناس تشوفها. عندك عمار وعندك الجزار مثلا. وعندك احمد حمدي ده من عندنا بس منتخب اولمبي. عندك لعيبه تانية في انا بقول لك فريق ال 97 المدعم بالمواهب الصاعده
من العربي وغير عربي. في ناس طالعه من 8 من 2001 و99 و2000 مواهب هايله. يكون الفرقه دي باذن الله وقفت على رجلها تستحمل بقى ان تدعيماتك من جواك. ايوه من اللعيبه الموهوبه اللي عندك. ايوه اللي ما تضطركش تروح تدفع ارقام بالكتير تالي. هتلاقي لعيب ولا ماكسيمم 2 انك انت وممكن ما تحتاجش حد الا من قطاع الناشئين بتاعك. يبقى لو صرفته النهارده هيريحك بكره. طيب محدش له دعوه بسياسه الاهلي غير جمهوره. مش جمهوره يعني جمهوره معني بالمنتج النهائي، لكن اعضاء جمعيته العموميه اللي ممكن تقوله في الميزانيه دي كتير دي قليله دي حاجه. بس مفيش حد تاني له هذا الحق الا اجهزه الدوله الرقابيه التي يرحب الاهلي بها باستمرار دايما. صحيح. اذا موسم من التدعيم القوي جدا المميز، اهم ما يتسم به صفقات اهلاويه، اهلاويه في معناها، اهلاويه في تضحياتها، اهلاويه في حرص هؤلاء اللاعبين على ارتداء الفانيلا الحمراء، في تضحياتهم، في تنازلهم على ارقام كبيره جدا لنيل الشرف تمثيل الاهلي. الكلام ده بيضايق ناس؟ بيضايق ناس. هتلاقوا النغمه اللي كانت موجوده الاهلي بخيل والاهلي مش عايز يصرف والاهلي ما عرفش، دلوقتي الاهلي دفع منين؟ الاهلي جاب منين؟ وكلام كتير. برضو انا مش فاهم ان وكلام كتير هنرد عليه بتفاصيل وبالفيديوهات المحرجه الحقيقه. يعني انا مش شايف ان ده من حق حد، يعني ما حدش بيسال اي نادي في مصر انت عملت ايه في صفقاتك. صحيح. لكن على فكره في صفقات في انديه منافسه اتكلفت اعلى من صفقه حسين شحات. بس حد بيجيب سيرته غير لما كابتن اسماعيل الكلب، وهنسمعه بعظمه لسانه. لكن خلينا دلوقتي نستمتع وحضراتكم بانطباعات حمدي فتحي في اول يوم لبس فيه الفانيلا الحمراء ودخل النادي الاهلي، نشوفه قال ايه. من الصيف اللي فات وانا متمسك ان اكون موجود في النادي الاهلي، والنهارده بصراحه اسعد يوم في حياتي وحلمي وحلم عيلتي من صغري، يعني الحمد لله. يعني والله المفاوضات بدأت من شهر من الصيف اللي فات، فما حصلش نصيب انبي تمسك بوجودي في النادي، وانا كنت متمسك جدا برضو ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فالفترة اللي فاتت دي من 3 اسابيع وهم بيتكلموا مع النادي وانا بتكلم معاهم، وكان في ضغط جامد ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فالحمد لله ان ده الحلم يعني واتحقق يعني، والحمد لله اللي انا موجود في النادي الاهلي النهارده. يعني انا بدات في دمنهور كنت صغير، يعني حتى لعبت درجه اولى سنتين بس، سنه ممتاز بيه وسنه السنه اللي كنت موجود في دوري ممتاز. انتقلت الانبي فما حصلش نصيب ولعبت السنه دي، فالسنه دي انا مضيت على نفسي واصله امانه عشان اطلع العب، عشان اتكلمت معاهم هم كان كمان عايزين يقعدوني، فكابتن علاء عبد العال ما كانش عايزني السنه دي والنادي ما كانش عايز يمشيني. فانا قلت لهم لا، انا لو قعدت السنه دي انا هبطل كوره، هتبطلوني كوره. فمضيت على نفسي واصله امانه ب 2 مليون جنيه عشان اروح العب سنه في بتروجيت، والحمد لله كنت موفق السنه دي بفضل ربنا طبعا والكابتن طلعت يوسف، وانا بشكره. يعني الموسم اللي فات كله كنت عامل موسم كويس جدا، والحمد لله يعني محطات صعبه، ف يعني عشان اوصل للحلم اللي انا فيه يعني دلوقتي. بصراحه ابويا كلمته في التليفون وكان فرحان جدا، وامي كلمتها برضو بعديه على طول وقعدت تعيط، بصراحه فرحانه جدا. يعني انا الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمرن مع الدكتور، بتمرن مع دكتور التاهيل لوحدي، فعشان اكون موجود في النادي الاهلي بصراحه. يعني انا كنت مصمم ان انا اكون موجود يعني، فحصل مشاكل كتير ان هم اتكلموا معايا بصراحه. فجيت بعد كده كلمت الاستاذ زكريا بصراحه، يعني في 3 ايام الاستاذ زكريا لما كلمته الموضوع بصراحه خلص، نائب رئيس النادي. مظبوط. فكلمته 3 ايام بالظبط والموضوع خلص. فبصراحه الكابتن رامي صبري له دور كبير قوي في وجودي هنا بصراحه. يعني كان في تليفون امبارح لرئيس النادي عندنا، والحمد لله يعني هو كلمه، والحمد لله ان الصفقه تمت على خير يعني الحمد لله. انا بصراحه اول ما دخلت حاسس ان انا حلم، يعني حلم، والحمد لله اتحقق.
فأنا بصراحة أسعد يوم في حياتي النهاردة بصراحة، وربنا يكرم إن شاء الله نكون على قلب رجل واحد الفترة اللي جاية، وربنا يكرم إن شاء الله وفي ماتش أفريقيا اللي جاي ده وناخد كل البطولات يعني في الفترة اللي جاية إن شاء الله. المنافسة طبعا قوية جدا، هي أسماء كبار جدا النادي الأهلي، فربنا يكرمني إن شاء الله، فعايزة جهدي أكبر من الفترة اللي فاتت، وربنا يكرم إن شاء الله أكون على قد مسؤولية الجهاز الفني والنادي الأهلي والجمهور يعني إن شاء الله. أنا سعيد إن أنا موجود في وسطكم، وأنا كنت بتمنى إن أنا أكون موجود معاكم يعني الفترة اللي فاتت كلها. يعني تشعر بالكلام ده اللي أنا بقوله بقى. التلاتة ما اتكلموا الشباب محمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم حمدي فتحي، قول ياسر أكبر شوية وعنده خبرات أطول، ففاهم يعني إيه النادي الأهلي، وخصوصا أنه من أيام المنصورة كلمني عليه الحاج إبراهيم جاهد وقال لي عدلي ما يعني خده، كان طالب بقى مليون في لاعب ناشئ، بسرعه زمالك خده، احنا وقتها ما كناش محتاجين في الحته دي. المهم فياسر طبعا نفس الشيء، لكن لما تسمع الكلام ده تطمئن ان ده واحد جاي يناضل من اجل مكانه. يناضل قال لك لعيبه كبار وعايز مجهود اكبر من الفتره اللي فاتت، وخلي بالك لما تشوف حلمه يا استاذ ابراهيم انه راح بتروجيت بيقول لك مضيت على نفسي وصل امانه عشان انقل النقله اللي هي يعني خليته اطلق طاقات التحدي اللي جواه. فانا يعني متفائل بشخصياته، ربنا بشخصياته. طيب انت قلت بقى الرك على السؤال، خلينا اسالك ثاني. انت رقصت الناس كلها، فجاه الناس كلها بتتكلم ان في صعوبات في الصفقه، يكاد يكون البعض اجزم انه ممكن حمدي فتحي ما يجيش وانه هيكمل مع انبي، لكن إذ فجأة تعلن أنه حمدي فتحي في الأهلي، إيه اللي حصل؟ هل أنت كنت متعمد التمويهة دي؟ مش أنا ما أنا بص أنا بنفذ سياسات. لكن أنا من شهر وشوية قعدت أول قعدة بناء على تكليفات كابتن الخطيب وطلبات الجهاز الفني، من يوم القعدة دي حصل تطورات ما كانتش إيجابية. ضايقت شوية النادي الأهلي. تعليقات طلعت وارقام طلعت وضغوط طلعت وبعدين قلنا طب نشوف البدائل، يعني اذا كان هو ده الاتيتيود اللي هو ما تعودناهوش، لان انبي معانا بيمتاز معانا بعلاقات مميزه جدا جدا يعني الحقيقه يعني، انما مش عارف الموضوع ده خد كده شكل، وبعدين بدا طب خلاص نشوف هم مش عايزين، وصلوا طلعوا بيان قالوا لا ما مش عايزين لعيبه ولا حد يختار لنا ولا ومش عايزين يعني يمشي، ويبدو ان الولد كان له دور بقى في انه يعني اترجاهم كتير وطلب منهم كتير، وانا يعني عايز اقول حلمي، لان فجاه لقيت الكابتن خطيب اول امس بيكلمني عادلي الموضوع في انفراجة وهم ما عندهمش مانع دلوقتي يتكلموا، وحتى هنستبعد اللعيبة اللي هم كانوا عايزين يختاروهم واحنا مختلفين معاهم في التدريبات مين اللي يروح، لانك انت في الاخر انت بعد الجهاز الفني بتاعك ما بيقول احتياجاته بيجي دور اللاعب اروح ولا ما اروحش، فما هيش بالسهولة ان واحد يقول لك اديني ده وده وده تقول له حاضر يعني. في رغبات مختلفة. أول حاجة سهلت الخطوة الثانية إن إحنا خرجنا اللعيبة من المعادلة. بس كلمت أمير ورحنا، وإحنا في التفاوض كانت صعبة مش سهلة. ولكن لقيت روح مختلفة. أنت قاعد مع نائب رئيس الشركة والمشرف على النادي أو مدير مسؤول عن النادي الأستاذ زكريا السيد، راجل محترم جدا. صعب في التفاوض يعني برضه فاهم بيعمل إيه. أخويا وابني غرابة ابن اللواء غرابة، وعدوا مجلس إدارة يعني، وكان معنا أمين السادة أمين الصندوق الأستاذ إسماعيل.
يعني كل واحد لعب دور لحد وبعدين امير عمل مكالمه مع اللاعب وانا عملت مكالمه واثنين مع الكابتن الخطيب وهم عملوا مكالمه مع رئيس مجلس اداره لحد ما وصلنا لنقط تلاقي تلاقت. طيب شخصيه حمدي فتحي شفتوها في كلامه قال انا كتبت على نفسي ايصال امانه ب 2 مليون عشان اروح العب عشان مش عايز اقعد سنه والا هضيع وهبعد. الروح دي والشخصيه ديت دي اللي فيها مؤشرات نجاح باذن الله تبقى حاجه كبيره. لكن كمان الكابتن محمد عمر من 4 سنين فاتوا اتكلم على حمدي فتحي ده نشوف. ده كلام الكابتن محمد عمر الراجل المحترم الحقيقه لما الكابتن كريم حسن شحاته كان مهتم يساله لانه وقتها كان الزمالك مهتم بحمدي فتحي وعايز يضمه، وبالمناسبه كان في الجيل بتاع المنتخب الاولمبي اللي كان مع كابتن حسام البدري فكان مواليد 94 مش 93 يمكن الرقم تداخل مع الكابتن عمر. لكن شوفوا كلامه على مواصفات اللاعب من وقتها عامله ازاي. عنده قدرات عاليه جدا، بيلعب بروح عاليه جدا، لعيب مقاتل في الملعب، لعيب عنده شخصيه قابل يقدر يلعب قابل للتطور. ايوه يقدر يلعب في اي فريق كبير. فالكلام ده نتمنى هذا يعني هو واضح انه تطور. الكلام ده من 4 سنين. اذا ده حمدي فتحي بصفقه قفل الباب كده بالنسبه لنا. لا احتياجات الجهاز الفني خلاص، الباقي ده بقى يعني دراسات للتجويد اذا في حاجه نجود بيها والحسابات المستقبل. احنا مكملين كمسؤولين عن انما احتياجات الجهاز الفني اكتملت. خلاص اكتملت. طيب بعد اكتمال احتياجات الجهاز الفني وبعد عقد النادي الاهلي صفقاته السبعه نشوف راي الاستاذ حسن مستكاوي في اون سبورت كيف يرى تدعيمات الاهلي الشتويه. ما قاله الاستاذ حسن مستكاوي بيفهمك ان كانت الصفقات بدراسه دقيقه جدا وتلبي احتياجات خاصه جدا وفيها سمات تخلي الفريق وهو يؤدي بقوه يؤدي بمتعه. ايوه ودي تبتدي تسترد بيها شخصيه الاهلي. ايوه لم يعكر صفوي انا شخص ومعايا ناس كتير جدا غير اصابه محمد محمود. هذا لاعب في كل الكلام الحلو اللي انت عايز تقوله في بني ادم في الشخصيه الله. للموهبه للطموح للتواضع للبراءه للصرامه. لعيب من اول ثانيه عبر شو بيقول له حرام عليك يا كابتن. لا حول الله يا رب لا حول الله يا رب. ليه كده ليه كده ليه كده. خلي بالك اللي زقه ده يا اسلام يعني ما برضه لعيب كويس وكل حاجه بس ليه كده؟ ليه عايز يعبر عن نفسه قدام الاهلي بقوه لانه كان في كلام عليه يعني ناس كتير كانت بترشحه يعني. طيب نشوف راي الكابتن وائل جمعه ورمزي صالح الاثنين في كلام مهم في بي ان عن صفقه حسين الشحات هل يكون فعلا مفيد للاهلي؟ الكلام اللي قاله وائل جمعه انا حسيته في استاد برج العرب. كل فرد من جماهير الاهلي اللي كانت موجوده كان نفسهم ينزلوا يشيلوا حسين الشحات فوق دماغه. حجم التنازلات اللي اللعيبه ضحت بيها عشان تيجي النادي الاهلي خلت الجمهور حاسس بيهم. انت عارف ان حسين الشحات يمكن موقفه ادى ارهاصه او وهج لكل اللي جم بعديه انه يمشي على درب. كله شاف ان الاهلي ده حاجه يستحق التضحيه. بالظبط يعني اللي ضحى بكل ده ورمضان ضحى بكل ده. لا ده 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 هو دي حاجه تستاهل حاجه تستاهل. أيوة. حاجه وباذن الله يفرحوا بالاهلي والاهلي يفرح بيهم. عارف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي واحد من نجوم تويتر بقوه. أيوة. القبطان عبر تعبير على اداء حسين الشحات قال لك لعب بحياء الوافد الجديد. ايوه قال لك لمس ما يقدرش حياء الوافد الجديد اللي لسه داخل على البيت. هو انا عايز اقول لك حاجه لسه في سنه كسوف في خجل في يعني. اخر ماتشات لعبها حسين امتى؟ في كاس العالم الانديه؟ نهايه البطوله والباقي كله قاعد بيترقب. صحيح هرجع
ولا هستنى في مصر. صحيح هو جايب عزاله وجاي لكن ده كان امله. فلحد الوقت الاخير يعني معلش مش عايز اقول لك في اليوم كنا بنتكلم يجي اربع خمس مرات معايا وثلاث اربع مرات مع الكابتن خطيب وغيره مع كل الناس اللي بتتفاوض وامير وبعدين ده تويتت نبيل الحلفاوي في كلامه على حسين الشحات وحياء الوافد الجديد. تمام اللي قاله وائل جمعه ورمزي صالح عن حسين الشحات هل يختلف عن رايهم في رمضان صبحي؟ ما هو رخر ضحى ورجع وساب حاجات كتيره كبيره عشان الجمهور يبقى عارف كل واحد من دول وراه قصه تضحيه وتنازل واصرار على رغبه اللعب للاهلي. نشوف وائل جمعه ورمزي صالح عن رمضان صبحي. طيب يعني إشادة برضو برمضان يا باشمهندس اتفضل. لا رمضان يا اخوانا ده رمضان لا وأدى بقوة. أنا يهمني اللاعب مش كل حاجة توفق فيها. صحيح. ما لو نزل هم عايزينه بقى يمسك الكرة ورقص الناس ويجيب جون يعني ما الكرة فيها يعني ابذل جهدك عشان فرقتك وربنا يوفقك بعد كده واللي جوان جاية بإذن الله. وقالوا كمان غسيل أموال ده اللي اتقال على صفقات الأهلي. وهنا عايزين يا جماعة نتكلم للأهمية القصوى أرجوكم في ثلاث نقاط مهمين. الأهلي عمل الماركاتو بتاعه من غير ما يزاحم حد ولا يضايق حد ولا يرخم على حد ولا ينتقد صفقات ولا يرشم ورا ولا يمشي ورا حد ولا ماشي ورا حد ولا انتقد صفقات حد. هتولي كلمة واحدة لمسؤول في النادي الأهلي أو لاعب أو مدرب أو حتى هنا في البرنامج أو أي برنامج في القناة حد انتقص من شأن عمل الآخرين وعلى رأسهم نادي الزمالك الكبير. سمعتوا حد؟ سمعتوا كابتن خطيب أو المهندس عدلي أو الجهاز أو أنت أي برنامج أو أنا أو أي حد فينا طلع أساء للاعب انتقل للزمالك؟ سمعتوها؟ ولا علق على صفقات الزمالك حتى؟ سمعتوا الكابتن الخطيب بيعلق على اي صفقه للاعب راح نادي الزمالك؟ سمعتوا اي اساءه؟ اللي سمع يقول لي واللي ما سمعش يسمع الفيديو اللي جاي. انا ما سمعتش كلمه كنا ماشيين الولد ده مجانا. كل اللي سمعته اشاده بحسين والعيل العيل ما هو كل واحد كان عيل وكل واحد بيكبر عم يقول الكبر ايه دي يعني عيل ولا كبر ولا إيه؟ العيل بقى في السلوك العيل في سلوكه عيل في سلوكه انما انت ممكن رمضان كان راجل وهو بيكلم الكابتن خطيب راجل عنده 10 سنين صحيح تشعر بالرجوله والرد اللي على السؤال في مكانه صحيح هو دي الرجوله الرجوله انك تاخد موقف وتحب حاجه وتضحي عشانها وما تبقاش متناقض مع ذاتك ولا كذاب مع نفسك لا ده انت صادق الى يا اخوانا انت عيرته الشحات قبل كده بفقره كلام جميل طلع افتخر بفقره طيب الغلبان اللي هو شاف هذا الفقر اللي بيقول لك ساعات ما كنتش بتعشى ها لم يضحي بالفلوس ليه مش هتبقى الفلوس كل حلمه ها المفترض تكون كده ها حاططها تحت سوري يعني اخر حاجه في اهتماماته لان اللي جاله هو عنده رضا رباني من عند ربنا مديله ميزه يا رب تكون فينا في ولادنا عنده رضا وعارف ان اللي جاله واللي جايه اكتر من اللي كان بيطلبه متوقعه يقدر كان ياخد اكتر من كده كتير بس مش على حساب احلامه هذا رجل يشتري احلامه بالمال ما اهتمش فما لا يعيبه انك تقول عليه عيل او فقير او غلبان او اسمه الشحات، شحات ايه؟ ده الشحات ده هو اغنى الناس. الشحات ده اغنى الناس. حسين الشحات ده عمل دروس في احترام النفوس، عمل دروس في القيم والاخلاق، عمل دروس في المصري الاصيل المحترم وترتيب الماده في حياته ايه؟ انه يتنازل وانه يضحي وانه ما يجريش ورا اموال الخليج قصاد حبه وقصاد رغبته
وقصاد يعني حرصه على انه يكون موجود في نادي كبير. اللي عمله حسين الشحات ده يعلمكم كتير والله، يعلمكم كتير بجد، في عفة النفس وفي الرضا وفي القناعة وفي الاحترام، واحترام الذات حتى في التعامل مع الآخرين. ده درس. هو يا استاذ ابراهيم لما غيرنا يعمل صفقات تصل الى 400 مليون جنيه باعتراف اصحابها، يعني حد فينا اتضايق ولا اتكلم ولا قال لهم يعني ما حدش علق على هذا؟ يعني النهارده انت عندك حاجات انا مش حاسب لك، مش حاسب حاجي لك، لكنه حتى قيمه حسين الشحات في انه يتمسك ويتنازل عن 750 ألف دولار، وإحنا مضطرين نقول الرقم عشان الناس تعرف قيمة العيل أو مين العيل اللي تنازل عن كل ده. إيه الجوهر المصري المحترم الأصيل اللي إحنا بندعو كل اللعيبة تكون زيه، لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك ولعيبة الإسماعيلي في ارتباطها بأنديتها، تاخد هذا اللاعب قدوة بجد. أما تضحي بكل ده في القناعة، في الاحترام، أما تضحي بكل ده مش بتضحي عشان حاجة أهم؟ طبعا، وحاجه اغلى طبعا، هو حط الاهلي وجمهوره في الحته دي، في القيمه دي بس. فده الدرس اللي احنا بنوجهه لكل الانديه ولكل اللعيبه. حب ناديك، اتمسك برغبتك، لما يبقى الهدف الاول والاخير عندك هو الماده زي هؤلاء مش هتبقى في حياتك في قيمه، صدقني مش هتبقى في قيمه. لكن لما نكذب ونقول اصل نادي العين رئيسه قال هنمشيه ببلاش، فالاهلي راح جابوا ب 150 مليون وبرضه مش عارفين جايبين من الرقم 150 وماشيين فيه. جابوه منين ما اعرفش، لكن ليكن جابوه بفلوس يا سيدي. بس نفس اللي حصل يا استاذ ابراهيم في اكوتي. خلصناه ب 5.5 مليون اصرار انه ب 13 مليون. ولحد النهارده لو سالته يقول لك راحوا دفعوا فيه 13 مليون. هتعمل ايه؟ خلاص تحور. فيتقال انه لا، ده الاهلي كده عمل مصيبه سوداء. عمل مصيبة. الأهلي راح اشترى لاعب قالوا ب 150 مليون كان ناديه هيسيبه ببلاش. ايه السفه اللي الأهلي تعامل بيه ده؟ ايه اهدار المال العام ده؟ دلوقتي مال عام، من شوية كان مال قطر. ما برضه هتلاقوا لو ركزتوا هتضحكوا كتير. لكنه اوكي، العين الإماراتي كان هيسيب اللاعب ببلاش، فليه الأهلي راح جابه بفلوس؟ وقال رئيس نادي الزمالك اللي قال كده رئيس نادي العين. فيطلع رئيس العين او مسؤول نادي العين على تويتر بكل صراحه ووضوح، التويتر اللي جبناها لكم الاسبوع اللي فات، لكن الاسبوع ده توقيتها، السيد غانم الهاجري رئيس شركه نادي العين بيقول حسين الشحات اللي هم كانوا هيسيبوه ببلاش، اللي الاهلي راح اشترى ابو بلاش ب 150 العيل. بيقول فيه السيد رئيس شركه نادي العين: حسين الشحات جسد أروع معاني العشق والانتماء خلال مرحلة المفاوضات مع الأهلي، عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية، خصوصا عندما أكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل للاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف. شوفوا رئيس نادي أو رئيس شركة نادي العين بيقول لك الرجل جسد أروع معاني الانتماء والحرص على الوفاء ان هو يحقق غرضه، وان المال ما كانش من اولوياته. شيك. ممكن يعني اتوقف في حته صغيره. سعيد وفخور انه في شاب مصري يقيم من الاشقاء في الخليج. بص يا استاذ ابراهيم، المال مش من اولوياته. راجل لعب ولعب فاينل كاس العالم للانديه. ولعب اساسي. وجاب جولين واتلغى له جول. يعني كان لاعبا مؤثرا في وصول فرقته الى النهائي. هل ده اللاعب اللي كان هيتسمي ببلاش؟ هو بقى عايز ايه؟ ما هو الذكاء هنا، يقول لك ما هم جابوا لعيب اجنبي. ايوه، لان ادركوا ان الراجل ده خلاص مصر يروح الاهلي. انت فاهم؟ لو هو هيقعد كان هيستمر كده. وهو كانت المفاوضات كلها عباره عن كده، احنا مش هنسيبه غير لما نلاقي البديل، احنا ما نقدرش نسيبه لان البديل هيكلفنا جامد جدا. طيب الكلام على انه هو الاهلي راح جابه بالمبلغ ده، العين كان هيسيبه ببلاش،
بس كمان ما هو ده حسين الشحات اللي كان اتعرض عليكم من سنتين لما كان في المقصه وكان المفروض تجيبوه ب 10 مليون وما جبتهوش، ليه رحتوا جبتوه دلوقتي ب 150؟ فده اهدار مال عام. الامور في الكوره ما تتقاسش كده، لانه ده مش تسعيره لحاجه صلبه جامده. ما هو يمال قطر يمال عام يمال غرق. واحده من الثلاثه، يمال قطر يمال عام يمال غرق. طيب لما نقول انه ده اللي كان من سنه فاتت او من سنتين ب 10 مليون، ليه جبتوه دلوقتي؟ اولا الواقعة ممكن تكون صحيحه واكيد صحيحه، بس كمان الاصح منه انه سعر اللاعب وفقا لمستواه واحتياجات الانديه اللي بتجيبه والحاله اللي هو فيها متغير متغير، والا لو حبيتوا نفتح الدفاتر مش هنخلص مش هنخلص على حجم الصفقات اللي جت لنادي الزمالك ولكل الانديه بارقام كبيره ومشيت ببلاش. يا استاذ ابراهيم احنا ببلاش، احنا اشترينا فلافيو ب 200,000 دولار وبعناه بعد 5 سنين من العطاء والبطولات ب 2,750,000 يورو. هو اللعيب مش بيتطور؟ اللعيب مش وبعدين يا سيدي الفاضل، حد قال لك انت ليه ما جبتش ساسي ها وهو بمليون دولار ورحت جبته ب 4 مليون مليون؟ طب وليه هتقول كده؟ يورو. الزمالك راح جاب محمد مجدي من المصري ب 6 مليون وجاب الشامي من انبي ب 11 مليون 6 و 11 17 مليون واداهم للاسماعيلي عشان يجيب ابراهيم حسن ويدفع عليهم فلوس. حد قال ازاي كده؟ مش من حقنا شأنه، مش من حقنا صدقوني. لو انشغلنا ولا نقدر نقول جاب مايوكا الذنب بكام وسابه ببلاش، جابه ب 11 مليون وسابه ببلاش، برضه هذا امر لا يعنينا، بس احنا بنضرب مثل. وقبليه اجوج وقبليه يعني خد كتير خد كتير. على الاقل لو عملت احصاء في الخمس ست سنين الاخيره الارقام هتخض وهتضحك. ورغم الناس. هذا لكن ليس من شأننا، لا شغلانتنا ولا شأننا، وايضا مش من شأنه كمان، هو مش من شأنه ان تطلع تتهكم على لاعب تصفه بالعيل، تتكلم على مجلس إدارة لنادي محترم بهذا الشكل في كل مناسبة، في نوع من الإساءات غير المفهومة الحقيقة. لأنه يا جماعة إحنا بنخاطب جمهور، التبرع بالإساءة، إحنا بنخاطب مفيش جمهور، مفيش مبرر، مفيش حوار، مش ردا على شيء بالظبط، مش في سبق واحد. أنت في حتة وإحنا طول عمرنا في حتة تانية. آه خلاص، حتى لما كنا بنتسابق على صفقات استاذ عمرنا ما قلنا علمنا وعملنا وسوي، ده شيء مش من الفطنه انك انت تنشغل عن اهدافك الرئيسيه وهيبتك وكرامتك انك تقعد تناقش امور زي دي. طيب زمالك جاب صفقات ما تعرضناش ليها، ما تكلمناش باي اساءه لاي صفقه، ما طلعناش عملنا حلقه وجمعنا عدد الصفقات وفلوسهم ولا قلنا اللي فات راح فين. بالعكس لو جت سيره بنقول ده كويس من حقه يدعم حقه يجيب، يعني ده حق مشروع، لكنك تسمع ان صفقات الاهلي يتقال عليها كده لا. وشر البليه ما يضحك. الاهلي ازاي يفاوض ياسر قبل ما تشوه المفاوضات كانت مع رئيس النادي. طيب هو الاهلي ما اداش عمرو بركات؟ طب ده الاهلي احترم ومرضاش يصر على انه يؤيد ياسر ويلعبه قدام سموحه في حين ان عمرو بركات لعب قدام الاهلي وكان ابرز اللاعبين. صحيح، يعني انت موديه جاهز على الملعب. ممرنه اخر طيب. تمرين عندي خير ان شاء الله، تسمي دي ايه؟ لكن كمان انك تقول غسيل اموال وبلطجه، لا، لابد من وقفه، لابد من وقفه. وهنا كلام يضحك، لا عمره ما هيقرب، الاسد لا يلدغ، مش هيقدروا. طب وياسر فين دلوقتي؟ وياسر فين؟ ده ياسر في قائمه الاهلي، ده ياسر كان على الدكه الماتش اللي فات. طب وفين العقد؟ ما طلعش ليه؟ هو مين كده اللي غلطان؟ وبعدين ياسر ابراهيم
اللي راح للجهاز الفني وراح لرئيس النادي ويقول له اديني فرصة اروح للاهلي ويتنازل، هو ده اللي كان مستخبي؟ هو الاهلي اللي اللعيبة بتتنازل له على كتير من المستحقات عشان تيجي للاهلي محتاجة الاهلي يخبيها؟ استاذ ابراهيم ده هو عمل حاجة مش واخد باله منها، طلع ورق كده وقال لك ادي عقده وادي مش عارف ايه. هو انا لما اتفاوض مع رئيس النادي عشان ناخد لعيب باجرام، لكن لما مضي لعيب من غير ادارة نادي ما تعرف وطلعها على الهوا، يبقى ده التصرف السليم؟ ايه التناقض ده؟ ايه التناقض ده اصلا؟ ويطلع المهندس فرج عامر معانا ويشكر الاهلي على رقيه في المفاوضات ويأكد على ان العلاقه طيبه جدا وانه الامور مشت في منتهى السلاسه والاحترام، ده سمعتوه في ملك وكتابه. واحنا لما كنا في صفقه طارق حامد الاهلي وصل 7 مليون وهو خده ب 8 مليون، ولا حد جاب سيره هذا الكلام يا استاذ ابراهيم، ولا حد ناقش انت عملت ايه وجبت فلوسك منين، ولا يعنينا الامر، خلاص احنا عملنا بيدنج وانت زودت عليا وخدت لعيب، نفس الشيء عنتر، واخد بالك؟ ما هو ما ينفعش ان انا عاملك بهذا الاسلوب الراقي جدا ويكون ردك باستمرار عليا من غير ما اكلمك في حاجه هذا الاسلوب، ما هو مش مقبول لا انت ولا الاعلام اللي قاعد دلوقتي في سباق في الاساءه للنادي الاهلي ورجاله، سباق محموم للاساءه للنادي الاهلي ورجاله، واحنا هنا ما جبناش سيره حد خالص لا اللي بيسيء، حتى لان انت عارف طول عمرنا قايلين الشخصي بنتجاوز فيه. صحيح. لكن خطوره المساله يا جماعه ان انت تتهم نادي كبير عريق بقيمه النادي الاهلي انه بيمارس نوع من غسيل الاموال، دي جريمه. انتوا مستسهلين الالفاظ، دي جريمه يحاسب عليها القانون، جريمه يعاقب عليها القانون الجنائي. والله انت بتفكرني بحاجات، معلش انا بضطر اقطعك. غسيل اموال، هو انا فلوسي منين؟ من بريزنتيشن؟ ها؟ الراعي بتاعي و و و و و و قبليها كان من صلة و يعني مواردي معلنة ومحددة. هو فلوس منين بقى بإذن الله؟ الفلوس غسيل الأموال دي جت منين؟ أصل الراعي بتاعه والراعي بتاعه ما يقدرش بقى هنا يروح ويجي ولا إيه؟ صحيح. إذا كان بريزنتيشن الدنيا قيمتي أنا بشتري بيها لعيبه، عندي اولوياتي ان ابني فرقتي دلوقتي دون التقصير في حق عضو النادي الاهلي اللي كل يوم بيشوف انجاز داخل النادي الاهلي غير مسبوق في كل المقرات. ادي بقى هنا الاداره يا اللي بتتكلموا على الاداره، هو دي الاداره، انك تمشي في جميع المسارات بمواردك وباقتصادك بمواردك وبقيمتك التسويقيه بمواردك. يا عم المواردي لازم ترجع تفتكر اللي قاله الأستاذ خالد الدرندلي واللي بيتحدى به الأهلي كل متجاوز. تمويل صفقات النادي الأهلي من حر مال النادي الأهلي، كل ما تم دفعه لجلب هؤلاء اللاعبين خرج من حسابات النادي وبتحويلات بنكية من نادي بنكي أو من بنك وطني. محدش استلم قرش في إيده ولا حاططها في خزنة، بنك وطني، بنك مصر. والاهلي دايما مرحب بكل الجهات الرقابيه بمنتهى الوضوح والشفافيه والاحترام، تعالوا اطلعوا على الحقيقه وشوفوا، وده حصل واتقال. لكن يتهم الاهلي انه منين جاب الفلوس؟ جبت الفلوس دي منين؟ زي ما الراجل بيقول جبتوها منين؟ الاهلي جابها منين؟ طب ما تشوف الكابتن اسماعيل يوسف في صفقات الزمالك الكبيره جابها منين؟ جبنا حاجة من عندنا؟ قلنا حاجة؟ حددنا أرقام؟ سألنا الاسترليني بكام واليورو بكام والدولار بكام؟ وثلاث لعيبة أو اثنين لعيبة ومدرب يعملوا لهم 7 مليون يورو و600؟ قلنا ده لا غسيل ولا طبيخ؟ حد اتكلم؟ خالص. ربنا يهني كل الناس، ربنا يوفق كل الأندية، ربنا يسعد كل المصريين، مش طريقتنا ولا هدفنا ولا ده بيشغلنا خالص. بس لما يبقى الوضع بالشكل ده ومحدش سألك، بس واضح ان محدش ناقشك، يبقى الاهلي اللي بيظهر ارقامه في العلن
وبيقول انه تدعيماتي من حر مالي ومن مواردي ومن ميزانيتي يتم التقول عليه جهارا نهارا باستسهال الاتهامات الخطيره ديت، ومحدش بيتكلم، محدش بيتكلم خالص. سمعته الكابتن اسماعيل يوسف بعظمه لسانه وهو بيتكلم على التدعيمات ومصادرها وشكره للسيد تركي الشيخ. الناس حره مع بعضيها، بس الاهلي ماله؟ الاهلي ماله عشان تضغطوا على جمهوره بكل هذه الاساءات؟ ما كل واحد يحترم شغل الاخر ويمشي في طريقه. ليه؟ كابتن طارق يحيى بمناسبه عظمه اللسان بقى وبمناسبه ياسر ابراهيم، كان له تصريح الكابتن طارق يحيى كمدير فني لنادي سموحه على انه الاهلي تفاوض مع ياسر ابراهيم قبل مباراه الاهلي مع سموحه. نسمعه. يا كابتن طارق، ما هو لو فتحنا الحته دي مش هنخلص، مش هنخلص. عند مدربين بيقولوا وهم بيلعبوا الزمالك وهم بيسجلوا او بيقودوا فرقه تانيه، الزمالك لو خسر المباراه اللي جايه لا قدر الله، لو فتحنا جمله لا قدر الله مش هنخلص على اللعيبه في الداخليه اللي كان ثلاثة أربعة بيتم التفاوض معهم دفعة واحدة قبل ما تشوف الأهلي. لما تفاوض مع سموحة تفاوض مع المهندس فرج عامر، ورئيس النادي طلع بلسانه لو في وقت هنسمعكم مداخلته وهو بيشكر الأهلي على الإجراءات وعلى التفاوض معاه بشكل مباشر، ووصفها ساعتها بالعلاقة الراقية الحضارية المحترمة. بعدين ما بيقول أنا كنت بوجهه للزمالك، كان طبيعي دي. وهل لما الكابتن طارق قال أنا كنت خلاص موديه الزمالك، بس رئيس نادي الزمالك كان له رأي وأمير مرتضى كان له رأي وهم أحرار في موقفهم، محدش يقدر يحجر على رأي حد. طب أقول لك حاجة، لكن لما توديه الزمالك يبقى كويس. أقول لك سر؟ لما جينا الصفقة تمت، فبعد ما تمت فكابتن والجهاز الفني قالوا هو هيلعبوا عمرو بركات، لأن كان في إصرار لازم بالليل ياخدوا البطاقة بتاعته. فاتكلمت انا مع المهندس فرج عامر، قال لي لا مفيش اي مشكله ما يلعبش. بعد شويه قال لي الجهاز الفني مصر، قلت له خلاص ايه المشكله؟ محدش على فكره حتى اللي بيتكلموا محدش بيذكر ده للنادي الاهلي، انه لما بيعير لعيب واللي حصل ان انا خدت ياسر ابراهيم ما لعبش وهو خد عمرو بركات كابتن طارق ولعب. طب ما انت كنت بتتفاوض مع عمرو قبل الماتشين. الناس بتنسى، وربما نحتاج نفكر الكابتن طارق يحيى في كلام سابق ليه وهو بيسعى لضم ياسر ابراهيم نفسه للزمالك. يا جماعه بصراحه انا لازم احترم في طارق يحيى حاجه، الكابتن طارق يحيى لازم احترم فيه ولائه لنادي الزمالك في اي مكان بيروح. الراجل لا يخفي هذا الولاء، ومهما اتعمل فيه يعني يروح الزمالك مثلا ما يكملش ما بيزعلش ما بيغضبش. مدربين كتير بتزعل، ودي انا شايفها حاجه كويسه ايجابيه في بعض المدربين اللي بيحتفظوا بمشاعرهم ناحيه ناديهم، بس مش ضروري انك انت تظهرها قوي كده وانت مسؤول في النادي لدرجه انك انت في طلائع الجيش تقول وانا هلاعب الزمالك لا قدر الله بقى لو الزمالك خسر. يعني حتى لو طلعت فلته منك، انما هذا الولاء خلاص مقدر، بس مش على حساب النادي الاهلي. من فضلك اللي قلته عن النادي الاهلي كان لا يليق، ولو انها قلتها خطف كده. طبعا استاذ مهيب حب يستدرجه انه يقول اي جمل اخرى، ايه اللي غير، كان نفسه يسمع اجابات تانية يعني. بس هو طارق برضو كابتن طارق يعني كان حصيف انه ما استدرجش في الحته دي، ايه اللي غير راي ياسر ابراهيم، كان عايز يقول له الفلوس مثلا، ما سمعش الاجابه دي. تاني، علاقات الناس ببعضيها لازم تكون احسن من كده. في الوسط الرياضي احنا بنخاطب جمهور، قيادات الانديه، المدربين، اللاعبين، لو التزموا الرساله هتروح للجمهور. لكن لما يبقى الكلام في مستوى القيادات بهذا التجاوز، قولوا لي الرساله اللي هتروح ايه. الاحترام، لعب ومثل الزمالك وعرق في فانيلا وضحى، تاكيد لكل الاحترام،
كابتن عادل مأمور جول في فترة طويلة لنادي الزمالك والمنتخب مصر، بس هو القياس بيهم الهدف منه التقليل من شأن الكابتن محمود الخطيب؟ لا ده انت تبقى غلطان قوي، ده هو يبقى غلط في حق الاثنين كمان بجد، تبقى غلطان قوي وتبقى غلطان اكتر لما نفكرك برأيك السابق في الكابتن محمود الخطيب. نمسك على كده، أسطورة لم ولن تتكرر، أخلاق، موهبة، حاجة تانية خالص، نثبت على كده. نطلع فاصل. أهلا بحضراتكم جديد. نطلع من اللي فات بجملة واحدة، كل واحد يخليه في شغله. لو كل واحد التزم في شغله وركز في عمله مع ناديه، الدنيا هتمشي كويس قوي. لا وهي دي صحيح المصلحه العامه اللي يديها للبلد، بس خلاصتها للبلد ولكل الناس في كل الاماكن، يا ريت كل واحد يركز في شغله ويراعي جمهوره ويراعي من قبل كل ده ربنا وضميره. لو كل واحد ركز في شغله في ناديه وخاطب جمهوره باللي هو بيعمله، الدنيا هتمشي زي الفل. لكن الناس تفرغ نفسها لتحديف الطوب، محدش هيسكت، محدش هيتلقى الإساءات والتجاوزات اللي زادت عن الحد قوي بدون مناقشة وبدون رد محترم وموثق. وانتوا زي ما شايفين ده منهجنا في ملك وكتابة، لا بنزيف حقيقة ولا بندعي على حد، منهجنا المهني الثابت. انت قلت بنجيب كلامك بعظمة لسانك وبنناقش وبنقارنه بأقوال سابقة ليك، والناس بعد كده تحكم تصدق ده ولا تصدق ده، تصدق الطبعة القديمة ولا الطبعة الجديدة، تصدق الموقف ده ولا الموقف ده، متروك الحكم للناس. لكن في كل الأحوال ياريت كله يركز في شغله. النادي الأهلي هو بيبرم هذه الصفقات المحترمة اللي أزعجت ناس كتيرة، دعمت صفوف الفريق، عمل تدعيم فني قوي جدا للفرقة، اضطر للاستغناء عن اللاعب المالي المدافع سليف كوليبالي. وهنا دي مسألة حتميا لأسباب فنية، انت ظروف المباريات فرضت عليك تدعيمات في مراكز معينة، ظروف القيد فرض عليك 4 أجانب، احتجت تجيب حد زي جيرالدو، خف بالنسبة لك جونيور أجايو، هو لعيب كبير مهم، فبالتالي ما باليد حيلة ان انت تشكر هذا الرجل. زي ما الأهلي بيستقبل لاعبته الجداد بكل هذا الدفء وهذا الاحترام وهذه الفرحة وهذا الاحتضان اللي كل واحد منكم لو سمعته محمود وحيد على محمد محمود أو حسين الشحات أو ياسر إبراهيم أو آخرهم حمدي فتحي، هتلاقوا الكل بيقول حاجة واحدة، ما حسناش إن احنا جينا حاجة جديدة، ما حسناش إن دي تجربة جديدة علينا، ما حسناش بالغربة أبدا. كل اللعيبة استقبلتنا بحب وبترحاب في أوضة اللبس وجوه الملعب وداخل النادي. الأهلي في حفاظه على تقاليده اللي بتضايق الناس كان لازم يعمل اللقطة المحترمة دي، وكان لازم يحرص عليها، خلي بالك يعمل حفل تكريم لسليف كوليبالي وهو في آخر يوم له في النادي، الجهاز الفني كرمه. اتفضل يا باشمهندس. كان ممكن واحد في موقف سليف كوليبالي أو أي أيوة أي لاعب في موقفه يخرج عنده إحساس بالمرارة، لكن لما يخرج عنده إحساس بالفخر وبالسعادة يعني يا ريتني كملت، فاهم ازاي؟ يعني الشعور ده لا يتولد الا نتيجه مشاعر صادقه جدا وجدها في النادي الاهلي وتقدير حقيقي وجدها سواء من الجماهير او من الاجهزه الفنيه او من اعضاء النادي. الراجل لعب 6 أشهر اخلص فيهم ووجد المقابل من التقدير والحب والتوقير. اتكلم كوليبالي وشكر الاهلي وقال ان دي اسعد كانت فتره في مشواره مع كره القدم، والفتره رغم قصارها الا انه كان سعيد بيها جدا، وجه الشكر للجهاز الفني والجماهير النادي ولاداره النادي على تكريمه بهذا الشكل المحترم، وتمنى التوفيق لزمايله، قال كنت اتمنى ان انا استمر عشان احتفل معاهم بالبطولات واعتزل بعديها لكن يعني خلاص الجهاز الفني له رؤيه انا بحترمها، لكن هفضل دايما وابدا بحب الاهلي
وأحمل كل الانطباعات الطيبة عن مصر وعن النادي الأهلي. جمهور الأهلي أيضا في فيديو وجهه لسليف كوليبالي بيقولوا له شكرا. يعني يا أستاذ إبراهيم الناس اللي بتيجي وبتخلص وبهدوء وما تفتعلش المشاكل، الناس اللي منوعيت كوليبالي، الناس اللي منوعيت جيلبرتو، ما أنا لسه جايلك في الكلام، الناس اللي منوعيت الكابتن صابر رحيل، يجب ان ودول بيعيشوا في القلب، ما عملش مشكله واحده واخلص تماما، وفي كل مره كان بينزل كان الراجل بيعمل اللي عليه وزياده. نتمنى له التوفيق في خطواته المستقبليه مع نادي الاتحاد، لانه لعيب مميز وعلى خلق، واعتقد انها هتبقى صفقه يعني جيده لنادي الاتحاد بالتاكيد. كان الأستاذ حامد عز الدين بالمناسبة افتكروا الأسبوع الماضي في مقالته في مجلة الأهلي، وكان عنوانها صبر رحيل نجم الأسبوع أو نجم الشهر، وشاف أنه صبر رحيل بسلوكه وكلامه عن النادي الأهلي وهو ماشي يعني نجم الأسبوع المزدحم صبر رحيل. يعني الرجل أستاذ حامد عز الدين ما حبش أو ما شافش نجم في اللعيبة اللي جاية، شاف سلوك صبر رحيل واحترامه للأهلي وكلامه على الأهلي، ده شيء رائع الحقيقة، وهو ماشي هو النجم اللي يستحق التحية هو الحقيقة. ده هو ده صحيح هو ده. فدايما وأبدا نحتفي بالمخلص اللي بيأدي حاجة عشان نحافظ على هذه القيم. عدد الإصابات الكتير والظاهرة الغريبة جدا اللي دهمت الأهلي بشكل غير مسبوق وغير طبيعي وغير مفهوم، أيضا غير مفهوم، خلت كاتب صحفي كبير بحجم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين السابق يكتب النهاردة مقالته في جريدة الأخبار بعنوان فيه حاجة غلط. وإحنا زي ما بنقف في الإيجابي وبنحييه ونحتفي به، بنقف في أي حاجة متحفظة عشان ننور الطريق قدام أي مسؤول. بيقول الأستاذ جلال عارف: ما يحدث في النادي الأهلي غير طبيعي. أتحدث هنا عن إصابات اللاعبين التي أصبحت ظاهرة غير مفهومة في نادي يفترض أنه يوفر للاعبيه أفضل مناخ رياضي وأفضل رعاية ليقدم اللعب أفضل ما عنده. غير معقول أن نجد في كشوف إصابات اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم عددا يصل أحيانا إلى 15 لاعبا، وغير معقول أن يستمر علاج الإصابات بالمواسم الكاملة وبين قوسين كما نرى مع رامي ربيعة، وغير معقول أن نرى المأساة التي حدثت أخيرا مع اللاعب الجديد محمد محمود حيث تركه المختصون يواصل اللعب وهو مصاب، ثم نرى الأمر نفسه في مباراة أول أمس مع فيتا كلوب ولتتجدد إصابة مروان محسن، وكاد الأمر يتكرر مع لاعب آخر هو هشام محمد لكن الله ستر. وبيضيف الأستاذ جلال عارف: هناك خطأ ما أو مجموعة أخطاء وقد تكون موجودة لدى كل الأندية، لكنها تظهر في الأهلي بصورة أشد ربما بسبب تلاحق المواسم دون راحة معقولة وبسبب كثرة البطولات التي يشارك فيها النادي، ولابد من دراسة كاملة للوصول إلى الحقائق. فالخسائر فادحة سواء على الجانب المادي حيث عشرات الملايين من الجنيهات تضيع بسبب الإصابات، أو على الجانب الفني حيث تضيع بطولات هامة بسبب غياب النجوم، أو على الجانب البشري حيث تضيع من اللاعب فترات هامة من سنوات تألقه في الملاعب. الأهلي له علاقات وثيقة بأندية عالمية كبيرة، ده بيقول الأستاذ جلال عارف، يمكن أن تساعد في دراسة الأمر وكشف الأسباب ووضع روشتة الإصلاح، وسواء كانت الأسباب متعلقة بأخطاء في إعداد اللاعب أو في التدريب أو نقص الأجهزة الحديثة لاكتشاف الإصابات وعلاجها أو سوء حالة بعض الملاعب أو غير ذلك من الأسباب، فإنه قد آن الأوان لمواجهة شاملة تنقل الأهلي إلى مرحلة أخرى في نظام الاحتراف. المطلوب نظام متكامل يوفر كافة الظروف للاعب كي يتألق، ويوفر أيضا كافة الإمكانات للاعب أو للحفاظ على اللاعب واستمرار تألقه إلى أكبر فترة ممكنة، ولا يعني ذلك فقط ما يخص التدريب والملاعب والإعداد البدني والنفسي للاعبين، ولكن آن الأوان للتعامل مع اللاعب كمحترف يخضع تماما لما يفرضه نظام الاحتراف من الالتزام بالتعليمات فيما يخص التغذية والراحة وأسلوب الحياة. ويختتم الأستاذ جلال عارف مقالته في الأخبار: لابد من بداية صحيحة، وليس هناك أقدر من النادي الأهلي
على أن يقدم المثال لذلك ليحمي اللاعب ويحافظ على ثروة النادي من الموهوبين، ولكي ينهي حالة نصف الاحتراف التي ما زالت تحكم الكرة عندنا. أستاذ جلال عارف طبعا رجل بورسعيدي أهلاوي جميل وكان نقيبا للصحفيين، فرجل قيمة إعلامية كبيرة. صحيح. هو أوجز في تساؤلاته معظم أسباب المشكلة إن ما كانش كلها، واقترح الحل الذي فعلا هو محطوط قدام إدارة النادي بقاله يعني فترات بتدرسه. ليس أقدر من النادي الأهلي إنه يعمل هذه التجربة، تجربة إن أنا أجيب يعني خبراء على أعلى مستوى كبزنس يعني أو مشروع يعني النادي الأهلي، والأماكن عندنا كثيرة في التجمع في الشيخ زايد، في الشيخ زايد، في مدينة نصر. الشيخ زايد أرض كبيرة جدا، يتعمل سنتر طبي على أعلى مستوى وتأهيلي ينافس أي حاجة موجودة على مستوى العالم. دايما أنت في الحاجات الأخيرة الليتست هي بتاخد التكنولوجي أو التكنولوجيا، بتبقى عندك أحدث حاجة. أعتقد أن ده هيبقى حاجة مهمة جدا داخل مصر، وحاجة مهمة داخل القارة الأفريقية والمنطقة العربية. لكن ده بمناسبة الإصابات بس، ده ما يعني مش معنى كده ان احنا هنعمله عشان عندنا إصابات، لا، ده مشروع كان في بيدرس بقاله مدة. لكن الإصابات فيها ملعب، فيها سلوك شخصي، فيها أحمال، في الدكتور مصطفى المنيري واحد من الناس اللي فاهمه كويس قوي، كان في نادي الزمالك، لكن هو من الناس اللي فاهمه كويس قوي، بيقول لك ان قله الاحمال شانها شان كثره الاحمال قد تكون هي سبب اصابات اللعيبه احيانا، وخصوصا في النادي الاهلي. اذا هو المساله متشابكه جدا، ومن الصعب ان تشاور. يمكن اخر واحد تشاور عليه الدكتور، هو الدكتور بيبقى في طول مده العلاج او التشخيص، او التشخيص في ساعه الاصابه، لان التعامل مع الاصابه وقت حدوثها بيوفر كتير جدا من وقت الاستشفاء. ولا يزال الملف مفتوحا، مؤكد ان ظاهره بهذه الخطوره وبهذا الحجم تحتاج لكلام كتير، ان شاء الله نحاول ان نوفي حقه الحلقات القادمه. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.